بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكسل 2016 بروجكت 15. السؤال الأول: open the quality workbook and then save worksheet workbooks as quality control analyze. نعمل عليها select كده، ناخدها copy ونيجي في ملف الاكسل. هنفتح ملف الاكسل بتاعنا، نعمل save as file، save as، خش براوز، نفتح مكان الاسم بتاعنا، نعمل هنا فولدر، نكتب اكسل 2016 بروجكت 15، ندخل جواه نعمل هنا بيست، نعمل سيف. بعد كده documentation sheet enter your name and date، نيجي هنا نكتب الاسم بتاعنا، نيجي هنا في الدوكمنت في الديت نحط كنترول مع كاف، نحط التاريخ بتاعي ونحول التاريخ دوت للونج ديت ونعمل سيف. تمام. ايه تاني؟ in the quality control worksheet use autofill to with value in A3. نيجي هنا quality control A3 A7 and fill the series of عايزك كملها B1 لB39 into the range A7 لA45. اول طريقة عايز املا دي، لما هسحبها كده من تحت او هدوس عليها كنترول دبل كليك على العلامة السوداء كده، لما يجي عليه الماوس اسود كده راح دايس عليها دبل كليك في الكورنر ده كده، يروح اوتوماتيك يعبي لي المجموعة بتاعتي كلها. او وانا واقف على الخلية الاولى هنا كده بعمل سيلكت لغاية من A7 لغاية A45، اعمل سيلكت عليهم كده، بعد ما اعمل عليهم سيلكت كده افتح اللي هي بتاعت السيريس اللي هي دي كده، العلامة دي بتاعت الفيل، بقى عندي حاجة اسمها سيريس اللي هي سلسلة في السيريس اختارها، ولا عندي حاجة اسمها رو وحاجة اسمها كولوم، بقول له على الرو سيريس ان رو لان انا بخليها اوتو فيل، وراح قال له اوكي سيريس اوتو فيل. سيريس اقول له اوتو فيل، اقول له اوكي، يروح هو ايه معبالي كده كلها، كل ده تحتي. تمام. بس اختار على الكولوم، يعني جت على الكولوم. تمام. في 10